10 تنبؤات لمسلسل سيمبسون تحققت على أرض الواقع. إصابة نيمار وفوز ألمانيا. في شهر مارس سنة 2014 أعلنت عائلة سيمبسون في نفس الحلقة إصابة نجم المنتخب البرازيلي وانتصار المنتخب الألماني في المباراة النهائية لكأس العالم. وبعد بضعة أشهر حدث هذا التنبؤ فعلا، فقد أصيب النجم البرازيلي نيمار بشكل غير متوقع خلال المباراة الربع النهائية. وفي النهائي تفوقت ألمانيا على المنتخب الأرجنتيني لتفوز بكأس العالم لسنة 2014. آلة تصويت متلاعب بها. في الحلقة الرابعة من الجزء 20 التي تم بثها سنة 2008 كان هومر يحاول التصويت لأوباما، ولكن آلة التصويت كانت تمنعه من ذلك وتصوت بطريقة تلقائية لمنافسه. وبعد 4 سنوات من بث الحلقة حدثت هذه المشكلة في الواقع، فقد تم استبدال آلة تصويت في بنسلفانيا عندما لاحظوا أن كل الأصوات التي كانت لصالح أوباما تحولت مباشرة إلى منافسه. تجسس وكالة الأمن القومي على الأمريكيين. في فيلم سيمبسون سنة 2007 كانت العائلة في حالة فرار، وبينما كانوا يتناقشون في القطار حذرتهم ليزا بأنه من الأفضل لهم أن يصمتوا لأن هناك إمكانية للتنصت عليهم من قبل المخابرات الأمريكية. عندها مارج طلبت منها الهدوء وأنه ليس هناك داع للقلق، إلا أن ما قالته ليزا كان صحيحا، حيث كانت وكالة الأمن القومي تستمع فعلا لكل ما قالوه وكانت تستعد للتدخل. وفي سنة 2013 قرر إدوارد سنودن موظف بوكالة الأمن القومي التضحية براتبه السنوي الذي يبلغ 200,000 دولار ليكشف الحقيقة أمام العالم. أجل أيها المواطنون الأمريكيون، فوكالة الأمن القومي تستمع إلى مكالماتكم الخاصة دون أدنى احترام لحياتكم الشخصية، وهذا منذ فترة طويلة جدا. تصميم الآيبود. إليكم نظام الاتصال الداخلي ذو التكنولوجيا العالية الذي وجد في حلقة من حلقات مسلسل سيمبسون التي عرضت سنة 1996. أهذا الشكل لا يذكركم بشيء؟ أجل، إنه يشبه الجيل الأول من الآيبود، والذي لن يرى الوجود قبل سنة 2001، ولكن لا يمكننا معرفة ما إذا كانت السلسلة قد توقعت هذا الاختراع، أم أن مصممي الجهاز استلهموا فكرة التصميم من خلال مشاهدة المسلسل، كأي شخص آخر. القبض على مسؤول في الفيفا. في شهر مارس سنة 2014 وخلال الحلقة 16 من الموسم 25 لسلسلة سيمبسون، تم إيقاف نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في منزل عائلة سيمبسون بتهمة الفساد. في 27 من مايو سنة 2015 تم إيقاف جيفري ويب نائب رئيس الفيفا في مدينة زوريخ في سويسرا رفقة عشرات من الأطر العليا للاتحاد بتهمة الفساد وتبييض الأموال. هذا غريب، أليس كذلك؟ نمر يهاجم ساحران ألمانيان. في 3 أكتوبر سنة 2003 كان ساحران ألمانيان يقومان بعرضهما في إحدى فنادق لاس فيغاس عندما تعرض أحدهما إلى هجوم من قبل نمر وأمضى عدة أشهر وهو يصارع الموت. وهنا تفاجأ محبو سلسلة سيمبسون وقاموا باستخراج الحلقة 10 من الجزء 5 أين عرضت لقطة تتضمن 2 من السحرة من جنسية ألمانية أيضا تمت مهاجمتهم من قبل نمر عندما كانا على المسرح. ولكن هذا ليس كل شيء، ففي الحالتين كان النمرين اللذين قاما بالهجوم من نوع النمور البيضاء، وهي فصيلة نادرة للنمور البنغالية ذات الأعين الزرقاء الرائعة، دون أن ننسى الشبه الواضح بين الساحرين في السلسلة والعالم الواقعي. التواصل عبر ساعة اليد. إذا ظننت اليوم أنه من الطبيعي إجراء مكالمات بالصوت والصورة عن طريق هواتفنا، فإنه في سنة 1995 لم تكن هذه التكنولوجيا متاحة بعد. ومع ذلك ففي الحلقة 19 من الجزء 6 لسلسلة سيمبسون هذه الوسيلة كانت موجودة. هذا ليس كل شيء، ففي نفس الحلقة نشاهد الزوج المستقبلي لليزا يتحدث من خلال ساعته اليدوية. وتصوروا أنه سنة 2013 طرحت للسوق ساعة يد رائعة من صنع سامسونج تمكنك من إجراء المكالمات عبرها. عالم المقاومة السورية. هناك نظرية مؤامرة منتشرة خاصة في بعض وسائل الإعلام المصرية تقول بأن الولايات المتحدة تعمدت تفجير الوضع في سوريا، وعلى ماذا اعتمدت حسب رأيكم؟ طبعا على إحدى حلقات سلسلة سيمبسون،
في الواقع خلال بث الحلقة سنة 2001 نرى بارت قد تحول إلى طيار مقاتل يقوم بقصف بلد ما في الشرق الأوسط، وعلى باب سيارة جيب العسكرية للضحايا نجد العلم الذي ستتخذه فيما بعد المعارضة السورية رمزا لها. هذا محير، أليس كذلك؟ أعلم أنه عندما تم بث الحلقة في الولايات المتحدة الأمريكية لم يتوقع أحد أنه بعد 10 سنوات ستوجد معارضة سورية، وأكثر من ذلك التنبؤ بألوان العلم الذي ستتخذه. فضيحة لحم الخيول. هل تنبأت سلسلة سيمبسون بفضيحة لحم الخيول؟ الأمر مؤكد عند بعض المعجبين بالسلسلة عندما نشاهد حلقة تم عرضها سنة 1994. في هذه الحلقة يمكننا أن نرى دوريس المسؤولة في مطعم المدرسة تستخدم برميلا مليئا بلحم الخيول لإعداد طعام الأطفال، وبعد 20 عاما تقريبا اهتزت أوروبا بسبب فضيحة لم يسبق لها مثيل بعد أن قامت شركة سبينغيرو بتغيير لحوم البقر في وجباتها المطهوة بلحم الخيول. وطبعا في كلتا الحالتين فالمواطن وكما هو الحال دائما هو آخر من يعلم. الرئيس ترامب على رأس الولايات المتحدة. تم عرض حلقة سيمبسون بعد 30 عاما في 19 من شهر مارس سنة 2000 عندما كان بيل كلينتون لا يزال رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية قبل هجمات 11 من سبتمبر سنة 2001، قبل حرب العراق وأفغانستان والأزمة المالية، قبل تواجد الهواتف الذكية، وخاصة قبل الثورة الرقمية. في هذه الحلقة كان بارد موسيقيا فاشلا بينما نجحت أخته ليزا وأصبحت سنة 2030 أول رئيسة امرأة للولايات المتحدة بعد ولاية الرئيس المدعو ترامب الذي ترك البلاد في وضعية مالية سيئة. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. في يوليو سنة 2015 كانت المفاجأة الكبيرة عندما قام المليونير دونالد ترامب بإعلان ترشحه للرئاسة. إذن هل ستتحقق نبوءة سيمبسون كاملة؟ الإجابة ستجدونها يوم 8 نوفمبر سنة 2016. كانت هذه 10 مرات تنبأت فيها عائلة سيمبسون بالمستقبل، فهل تظنون أن بعض كاتبي سيناريو السلسلة لديهم موهبة لرؤية المستقبل؟ أم أنها مجرد رؤية توقعية لتطور المجتمع؟ أخبرونا بهذا من خلال تعليقاتكم. وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا وضع لايك والاشتراك بالقناة. أما أنا فأتمنى لكم يوما سعيدا، وإلى اللقاء قريبا.